بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي متابعي قناتي على اليوتيوب، السلام عليكم ورحمة الله. فيما يلي الموقف الوبائي اليومي للإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق ليوم الثلاثاء 23 حزيران 2020. ابقوا وياي. وزارة الصحة العراقية نشرت في صفحتها الرسمية على الفيسبوك أنه تم فحص 10672 نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 465988. سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم 1826 إصابة موزعة كالتالي: في الرصافة 169، في الكرخ 402، في مدينة الطبخ 15، النجف 76، السليمانية 262، أربيل 34، دهوك 3، كربلاء 54، كركوك 50، ديالة 39، واسط 38، بابل 45، البصرة 138، ميسان 105، الديوانية 125، ذي قار 225، الأنبار 5، نينوى 5، صلاح الدين 26. أما حالات الشفاء فوصلت إلى 968 حالة في الرصافة ومدينة الطب والكرخ والسليمانية والنجف إلى آخره، قدامكم الأرقام. أما الوفيات فوصلت اليوم للأسف إلى 84 حالة وفاة: 23 في الرصافة، 13 في الكرخ ومدينة الطب، 1 و2 في النجف، و5 في السليمانية، و3 في أربيل، و3 في كربلاء، و4 في كركوك، و3 في ديالة وواسط البصرة، ميسان 2، 1 بابل، 6 الديوانية، 8 ذي قار، 2 الأنبار، 2 صلاح الدين. أما مجموع الإصابات الكلي فوصل إلى 34502، مجموع الوفيات 1253، مجموع حالات الشفاء 15753، مجموع الحالات النشطة يعني الحالات الشفاء والوفيات نطرحها من الإصابات، يبقى لنا الحالات النشطة اللي هي 17496. اليوم الإصابات من أعلى الإصابات، هي مو أعلى يوم لكن ثاني أعلى يوم. أما عدد الوفيات فاليوم هو أيضا من أعلى الحالات المسجلة، وحالات الشفاء لا بأس، يعني كانت أعلى يوم عندنا 1150، أقل من عندها 1006، اليوم ثالث رقم اللي هو 968. النسبة المئوية للوفيات هي 3%، والنسبة المئوية لحالات الشفاء هي 46%، والنسبة المئوية للحالات النشطة هي 51%. الإصابات حول العالم وصلت إلى 9,255,178، الوفيات 475,000، حالات الشفاء 4,984,000. هذا الشارت اللي على اليسار يوضح لنا عدد الإصابات، واللي على اليمين يوضح لنا عدد الوفيات. عدد الوفيات في صعود ونزول لكن أفضل من الأيام السابقة اللي هي منتصف الشهر الرابع. أكثر الدول عرضة للإصابة: الولايات المتحدة الأمريكية وصلت الإصابات بها تقريبا إلى 1,400,000، ثم البرازيل 1,113,000، ثم روسيا 500 تقريبا 600,000، ثم الهند والمملكة المتحدة وإسبانيا والبيرو وتشيلي وإيطاليا وإيران وألمانيا وتركيا والمكسيك وباكستان والمملكة العربية السعودية. أما العراق فوصل إلى المرتبة 36 في عدد الإصابات، 36. أما بالنسبة لعدد الإصابات اليومي يعني الإصابات الحديثة، فالعراق في المرتبة 11 حول العالم، يا جماعة الخير 11. الولايات المتحدة الأمريكية، الهند، روسيا، المكسيك، باكستان، تشيلي، بنغلاديش، المملكة العربية السعودية، إيران، برازيل، ثم العراق وعمان وقطر. هذا كل اللي عندي، تمنياتي للجميع بالصحة الدائمة، ونراكم في فيديو جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى أهلي أبنائي محافظة الأنبار، الحقيقة ما حصل في الأيام الأخيرة بخصوص جائحة كورونا وعدد الأصابات أو تزايد عدد الأصابات اللي حصلت في المحافظة، اضطررنا إلى اتخاذ التدابير السلامة الوطنية بشكل بما يحفظ حقيقة سلامة هذه المحافظة وسلامة المواطنين بشكل عام.
أنا أعرف حقيقة تحملوا كثيرا، الضغوط كانت كبيرة جدا على ما يخص الأخوان أصحاب الأعمال الحرة، القطاع الخاص، أصحاب المحلات، التجار، أصحاب سيارات التاكسي، وبهذا الخصوص أنا أعرف هناك تحملهم كبير جدا. اليوم ويوم أمس أيضا وإن شاء الله الأيام القادمة بدأت الحقيقة التزايد الإصابات بالتقليل في محافظة الأنبار، يعني بالتناقص، وبالتالي هذا دليل أنه إن شاء الله سنتجاوز هذه المحنة في الأيام القريبة القادمة، وإن شاء الله بذلك قد يتحسن الوضع العام لهذا الوباء، وبالتالي سنضطر إلى حقيقة إلى فتح أو رفع الحظر بشكل كامل، ممارسة الحياة الطبيعية في الأنبار بشكل طبيعي جدا. شكري وتقديري لكل أبناء المحافظة، كل الذي عملناه هو عمل، هناك طبعا جهد كبير من القوات الأمنية تحملهم، إذا كان المواطن ينام ويستريح في بيته هناك جهد كبير من القوات الأمنية وكل متواجدين في الشارع وعلى طول الوقت ليلا ونهارا، ولربما يعني حتى في الأيام قطع الإجازة موجود في القوات الأمنية، في القوات العسكرية، في دوائر الصحة، هناك جهد كبير جدا يعني بحيث لا يطاق، كل هذا الجهد ربما المواطن ما يعرفه، هناك جهد من الإخوانكم في الدوائر الدولة الحكومية الخدمية بشكل عام، هذه حقيقة جهود كبيرة جدا في الأجهزة الأمنية الأخرى، ولذلك أتمنى أن يصبروا علينا قليلا. أنا أعتقد تجاوزنا المشكلة وإن شاء الله الأيام القادمة تبشر بخير. صوت الشباب حقيقة يعني بدأت تشق طريقها، على الرغم من أنها يعني تأسيسها فتي ولن يكون طويلا، إلا بدأ حقيقة تشق طريقها على العراق ومستويات أخرى، وبالتالي يبارك لهم، جهودهم كبيرة جدا، لهم دور كبير جدا في دعم الاستقرار والأعمار في المحافظة، لهم جهد كبير في دعم القوات الأمنية في حقيقة في استتباب الأمن، ولذلك حقيقة لا يسعني أن أتقدم لهم بالشكر والتقدير والامتنان. قناة عماد محمد، دروس وشروحات، مشاكل وحلول، وثقافة عامة. إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعل جرس الإشعارات.